عملية إرهابية في باكستان تسفر عن مقتل 57 ضحية وإصابة حوالي 200 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. استهدفت جهة مجهولة مسجد بازار قيس خواني في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان بقنبلة انفجرت داخله أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة. 57 قتيلا ونحو 200 جريح كانوا ضحية لهذا الهجوم اللاإنساني، لكن سيارات الإسعاف سرعان ما هرعت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فوصلت إلى المكان رغم ضيق شوارعه المزدحمة في الوقت المناسب، ونقلت الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينج، فحرص الأطباء على إنقاذ المصابين على وجه السرعة. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمرا بتقديم الإسعافات الطبية الفورية للمصابين، مطالبا بأجراء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث. جهات عدة أدانت هذا الهجوم. كان الرئيس الباكستاني عارف علوي كان أول من عبر عن أسفه وحزنه العميق إزاء خسارة الأرواح الغالية على حسب تعبيره. وكذلك مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام، وهو رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أدان التفجير مؤكدا أن هذه الجماعات لا تراعي حرمة الدماء ولا حرمة بيوت الله. وفي السياق توجه المفتي إلى دولة باكستان معزيا بضحاياها، داعيا الله أن يرحم موتاهم ويشفي جراحهم بشكل عاجل وتام. أما رواد منصات التواصل فذهبوا للحديث عن ضرورة وحدة المسلمين بجميع طوائفهم، مستنكرين أي عملية يذهب بسببها ضحايا لا ذنب لهم.